أوديولابي، شارك المعرفة. المبادئ 17 للنجاح من كتاب السلم السحري للنجاح للكاتب نابليون هيل. كيف فعل كل من أندرو كارنيجي وألكسندر جراهام بيل وهنري فورد ما فعلوه؟ ما الذي كان يدور بأذهانهم عندما قاموا بغرس آثارهم في العالم من حولهم وأسسوا البنية التحتية للأمة الأمريكية؟ ولد العديد منهم في ظروف صعبة للغاية، فما التركيبة السحرية التي جعلتهم يغيرون بداياتهم غير المبشرة إلى نجاح خالص؟ ما الذي يصنع الفائزين؟ في هذا المقال سنقدم لكم المبادئ المبسطة كما أخبرنا بها نابليون هيل في كتابه السلم السحري للنجاح، والتي اكتسب منها أقطاب الأعمال وأباطرة التجارة وملوك الصناعة وأصحاب النفوذ في العالم قوتهم الحقيقية والتي أفضت بهم إلى النجاح. قبل أن نكمل وفي هذا السياق ندعوكم لتحميل تطبيق العربي الثري مكان كلام ثل لتنمية ذكائك المالي. حمله الآن مجانا عبر جوجل بلاي. أولا، العقل المدبر. العقل المدبر هو عقل مركب يتكون من عقلين أو أكثر من العقول الفردية التي تعمل بتناغم وتناسق تام وبوجود هدف محدد في مرمى النظر. وأكبر محفزات العقل المدبر التي يمكن أن نذكرها هي الرغبة في البقاء، الرغبة في العلاقات الحميمية، الرغبة في الكسب المادي، الرغبة في تخليد الذكرى بعد الموت، الرغبة في الشهرة وامتلاك القوة، ودافع للشعور بالحب. ويستخدم الناس قوة هائلة فقط عندما يدفعهم واحد أو أكثر من هذه الدوافع، فهي تنشط القوة التخيلية في عقل الإنسان، وبدونها لم يكن أحد ليحقق النجاح في حياته. ثانياً، أهمية امتلاك هدف محدد. لكي تنجح في أي مسعى تقوم به يجب أن تمتلك هدفا محددا وواضحا. يجب أيضا أن تمتلك خطط واضحة لتحقيق هذا الهدف. لا يتم إنجاز شيء يستحق الجهد بدون امتلاك رؤية واضحة والاطلاع على الإجراءات اللازمة التي يتم اتباعها بشكل منتظم ومستمر يوما بيوم. وقد تم وضع الهدف الأساسي الواضح في بداية قائمة هذه المبادئ، لأن بدونه لن تكون هناك فائدة ل16 الآخرين. فكيف يمكن للمرء أن يحلم بالنجاح أو يعرف متى يبلغ النجاح إذا ما كانت طبيعة الإنجاز لم يتم تحديدها بعد؟ ثالثاً، الثقة بالذات. ونعني بثقة بالذات أن تؤمن بنفسك لكي تحقق النجاح، وأن تبحث بداخلك عن أي مميزات قوية ومفيدة، ثم تقوم بتنظيمها في خط عمل محدد يمكنك من تحقيق هدفك الرئيسي. فالعقل المشكك ليس عقلا إبداعيا ولا يملك القدرة على التخيل، وبالتالي ما لم تؤمن بهدفك وتتخيله ثم تحوله إلى واقع لن تقوم بتسجيل أي إنجازات في أي مجال مهني. لكي تنجح يجب أن تؤمن بقدرتك على فعل أي شيء، فلو كان كريستوفر كولومبوس يفتقد الثقة بالذات والإيمان بعقله لم يكن ليكتشف القارة الأمريكية، ولم تكن هذه السطور لتكتب مطلقا. رابعا، عادة الادخار. إنه اعتراف مثير للإحراج، ولكن في الواقع لا يمتلك الشخص الذي يفتقر لمورد رزق فرصة ليحقق نجاحا جديرا بالذكر. فالمال هو حل لا غنى عنه للنجاح، ولا توجد أي طريقة معروفة للاستقلال المالي فيما عدا تلك التي ترتبط بالادخار المنتظم بشكل أو بآخر. ومن الصعب أن يقدر الشخص على تطوير ثقته بنفسه لأعلى درجة ممكنة بدون الحماية والاستقلال التي يمتلكها من قاموا بادخار المال وما زالوا يدخرونه. فالشخص الذي لا يمتلك المال يمكن أن يقع فريسة للاستغلال والإيذاء ويكون تحت رحمة أي شخص آخر. لذلك فإن عادة الادخار هي أفضل ما يمكننا توصية أي شخص به في أي موقع كان. خامساً، المبادرة والقيادة. يمكن تقسيم الناس لصنفين فقط، قادة وتابعون. ونادراً ما يحقق التابعون نجاحاً ذا أهمية، ولا ينجحون إلا عندما يتحررون من التبعية ويصبحون قادة. لا يمكن للتابع أن يحقق النجاح مهما كانت رؤيته للنجاح، والسبب أنه لن يفعل شيئاً خارقاً للعادة، بل سيقوم بجهد نمطي متوسط لكي يتحصل على مكان للنوم وللطعام وللملبس فقط.
لكن في اللحظة التي يقرر فيها الناس الحصول على أكثر من مجرد ضروريات الحياة، يجب أن ينموا من عادات المبادرة والقيادة لديهم. فلا يكفي امتلاك هدف محدد وخطة واضحة وقدرات كافية لتنفيذ الخطة، يجب أن تمتلك ما هو أكثر من هذا. يجب أن تأخذ بزمام المبادرة وتعمل على تنفيذ خطتك على أرض الواقع حتى تصل لهدفك. سادساً، الخيال. لا يوجد شخص حقق إنجازاً أو ابتكر شيئاً أو أتى بأية خطة أو طور هدفاً رئيساً بدون استخدام الخيال. كل شيء تم صنعه أو بناؤه تم تصوره ذهنياً أولاً من خلال الخيال. ففي ورشة عمل الخيال يمكن أن يأتي المارة بأفكار قديمة ومعروفة أو أجزاء من أفكار ويدمجها معاً ليأتي بأمر جديد. هذه العملية هي المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه كل الابتكارات. سابعاً، الحماس. كلمة حماس تفوق كثيراً كلمة تشجيع، والكلمة لها جذور يونانية وتعني ملهم، ومن يحظون بالحماس بشكل طبيعي هم محظوظون بالتأكيد. والحماس هو القوة الدافعة التي لا تعطي فقط قوة كبرى لمن يمتلكها، ولكنها أيضاً تصيب الآخرين وتؤثر على كل من تصل إليه. الحماس بشأن العمل يزيل الإحساس بالتعب والإرهاق، وقد تمت ملاحظة أنه حتى العمال الذين يعملون في عمل شاق مثل حفر الخنادق يمكنهم التخلص من الإحساس بالكدح عن طريق الغناء الجماعي. فالحماس ببساطة هو معدل مرتفع من الاهتزاز العقلي ونقطة البداية لتحقيق أي هدف. ولكي يكون الحماس ذا قيمة يجب أن يتم التحكم فيه وتوجيهه لغاية محددة، وبالتالي كل حماس لا يتم التحكم فيه سيكون مدمراً وعادة ما يكون كذلك. ثامناً، التحكم بالذات. الافتقار للتحكم بالذات ينزل الحزن بالكثيرين أكثر من أي نقيصة بشرية أخرى، فعلى كل شخص أن يتحلى بقدر من التوازن في عواطفه. عندما يغضب شخص ما بشدة تستحث العواطف السلبية غددا معينة في الدماغ، وعندما يتكرر هذا الأمر باستمرار يمكن أن يسبب ضررا جسيما لشخص وقد يؤدي به إلى الوفاة. التحكم بالذات هو قوة توازن للشخص المتفائل للغاية ويحتاج لكبح جماح حماسه، لأنه من الممكن أن يصبح حماسيا أكثر من اللازم لدرجة تثير ضجر من حوله. تاسعاً، بذل مجهود أكبر من المستحق يعود بالفائدة. توجد نزعة عامة لدى الناس أن يؤدوا أقل قدر من العمل يجعلهم يمتلكون بالكاد ما يكفيهم للعيش، ويمكنهم تفسير تقديم قدر أكبر من العمل أكثر مما هو مستحق بممارسة تشحذ المهارة. فكلما عملت بشكل أفضل كلما أصبحت خبيراً بالعمل، وبتقديم خدمة أكبر وأفضل مما هو مطلوب، فأنت تستفيد من قانون العوائد المتزايدة من خلال العمل الإضافي الذي سوف يتم دفع أجره لك في النهاية. عاشراً، شخصية محبوبة. هي شخصية ناجحة وهي لا تصنع أعداءً لها، وهي متفردة وليست مثل أي شخصية أخرى. إنها مجموعة من السمات والمشاعر والمميزات التي إن اكتسبتها ستجعلك مختلفاً عن الجميع، وهي تلخص هندامك، تعبيرات وجهك، قوة نبرة صوتك، الأسلوب الذي تصافح به الناس، طريقتك اللطيفة في التحدث إليهم، اللباقة والكياسة، الإيثار والصدق والأمانة. والشخصية المحبوبة يمكن أن يكتسبها أي شخص يمتلك النية الخالصة للتعايش بشكل سلمي وهادئ مع الآخرين. 11. التفكير الدقيق. فن التفكير الدقيق ليس صعب الإتقان، ولكي تفكر بدقة يجب أن تتبع على الأقل مبدأين أساسيين، وهي أن تفرق بين الحقائق والمعلومات المجردة، وأن تفصل بين الحقائق المهمة وغير المهمة. ويمكن للشخص أن يصبح مفكرا دقيقا عن طريق عقد العزم على الإتقان بكل الحقائق المتاحة له. ولا تكن من أولئك الذين يبدأون حديثهم بعبارات مثل لقد سمعت كذا أو لقد ذكروا في الصحف كذا، حينها سيتم انتقادك ولن يتم تصديق ما تقول. لذا لا تنزلق في استخدام أسلوب حديث تخميني وتخيلي غير قائم على حقائق معروفة، وباختصار كن مفكرا دقيقا وعميقا. 12. التركيز.
علينا أن ندرك أن كل الأشخاص الذين حققوا نجاحاً استثنائياً في كل مناحي الحياة قد ركزوا أكبر قدر من تفكيرهم وجهودهم على هدف وغرض معين. هنري فورد ركز كل طاقته على هدفه في صنع سيارة عملية ورخيصة، حتى جعلته هذه الفكرة أحد أغنى وأقوى الرجال في التاريخ. كما قام أندرو كارنيجي بتصور صناعة ضخمة، مركزاً بفكره وهدفه على تحقيق هذا، وقد حقق فعلاً عشرات الملايين من الدولارات. يصبح العقل البشري قوياً وعظيماً عند استخدامه بمساعدة تركيز التفكير على هدف فعال وعظيم. 13. التعاون. نعيش اليوم بوضوح في عصر التعاون، فالإنجازات الرائعة في العمل والصناعة والمواصلات والسياسة جميعها مبنية على مبدأ الجهد التعاوني. فغالباً ما نسمع عن اندماج الشركات أو التعاون بين الدول وغيرها من مظاهر التعاون. فلتحقق النجاح بشكل كبير في أي مجال أو عمل، يجب على المرء الحصول على تعاون الآخرين الودود والفعال، ويرتبط هذا القانون ببقية القوانين. فعلى سبيل المثال، لن يقدم الآخرون يد العون إلا عندما تتقن قانون الشخصية المحبوبة وتمارس مبدأ الحماس والتحكم في الذات وتقديم جهد في العمل أكبر مما هو مستحق. 14. الاستفادة من الفشل. الفشل هو أحد أكثر التجارب نفعاً وإفادة على الإطلاق، لأنه يعطينا الدروس الكافية التي يجب أن نتعلمها قبل أن نبدأ مشوارنا نحو النجاح. فالفشل يكسب الصلابة، كما أنه دلالة من الطبيعة تعلمنا من خلاله أننا نسلك الاتجاه الخطأ. وإذا كنت ذكياً بما يكفي، فستلتفت لتلك الإشارات وتسلك اتجاهاً أكثر فعالية لبلوغ الهدف. قد واجه كل من توماس أديسون، ألكسندر غراهام بيل، ونابليون بونابرت وغيرهم الكثير من التحديات، كما وقعوا في الفشل آلاف المرات قبل تحقيقهم لما حققوه. لذا لا تخافوا من الهزيمة المؤقتة، ولكن تعلموا بعض الدروس من كل هزيمة. هذا ما نطلق عليه اسم التجربة، وهي تتكون بشكل كبير من الدروس التي تتبع الأخطاء. ولكن خذوا حذركم، لا تتجاهلوا المعرفة التي تكتسب من الأخطاء. 15. التسامح. أدى التعصب إلى حدوث مصائب عديدة، فهو شكل من أشكال الجهل، وكل الحروب تحدث تقريباً بسبب التعصب. كما أن سوء التفاهم الذي يحصل بين رؤوس الأموال والعاملين عادة ما كان سببه التعصب. في الواقع هناك العديد من الأسباب التي تحتم على المرء أن يكون متسامحاً، وأولها هي أن التسامح يتيح للمنطق المعتدل أن يرشدنا لطريق الحقائق، وهذا بدوره يقودنا للتفكير الدقيق. حاول أن تكون متسامحاً مع غيرك من الآخرين الذين يختلفون عنك في العرق أو الدين أو الآراء السياسية. هذا سيكسبك حتماً ميزة وسيكون منارة تضيء لك طريقك نحو مسعاك. 16. استخدام القاعدة الذهبية لكسب التعاون. الإعجاب يجذب الإعجاب، وهذا هو القانون نفسه الذي يشكل أساس فلسفة القاعدة الذهبية، وهو أحد أعظم أسرار طبيعة البشرية على الإطلاق. فمن خلال استخدامه يدرك المرء السر الحقيقي حول سر جعل الآخرين يفعلون ما نريدهم أن يفعلوه. إذا أردت معروفاً من شخص ما، فاجعل شغلك الشاغل البحث عن الشخص المناسب الذي تريد منه المعروف، وبأسلوب مناسب قدم لذلك الشخص أمراً مساوياً لقيمة المعروف. إذا لم يستجب في البداية، فضاعف الجرعة وقدم له معروفاً آخر وآخر حتى يقوم به في النهاية، وبدافع الخجل ليس إلا. سوف تجعل الآخرين يقدمون تعاونهم لك عن طريق التعاون معهم أولاً. الجملة السابقة تستحق القراءة 100 مرة، لأنها تحتوي على خلاصة هذا القانون القوي والعظيم، وهو متاح فقط لمن يمتلكون النية لتحقيق النجاح الكبير. 17. الحفاظ على الصحة لتكون في ازدهار دائم. نأتي الآن للعامل الأخير من العوامل 17 للنجاح. كل العوامل السابقة التي تدخل في بناء النجاح تعتمد في تطبيقها على الجسم السليم والصحي، وتعتمد الصحة الجيدة إجمالاً على الغذاء المناسب والهواء الصحي، التخلص المنتظم من زيادة الوزن، ممارسة الرياضة بانتظام، التفكير الإيجابي، ولا تنسى طبعاً الطاقة الجنسية، وهي قوة إيجابية مليئة بالحيوية، ويتم تفعيلها عن طريق ممارسة العلاقة الحميمية،
وبسبب أنها قوية فهي تسري في كامل الجهاز العصبي ومنه لجميع أنحاء الجسم. أوديولابي، شارك المعرفة.